بونجور لي زامي صافا لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما مزيانين كتسمعوا شي حاجه ندور عليك الكاميرا ما بالكمش صافا لاباس عليكم بخير كلشي مزيان اخباركم مزيانه صحتكم مزيانه المهم كنتسنى شوفوا هاد الحمريه اللي غتشوفوا طالعه ليا من هنا البحر راه حنا 3 ايام البنات سمحوا لي الا ما غابر عليكم هاد الايامات حيت راه كنا في البحر في اكادير كنا كنتبحروا مشينا تقريبا مشينا نهار للبحر حيت البحر بارك عليك نهار تكرملي فيه الماء باقي راه بقينا كندورو هكا مشينا للالعاب مشينا تقدي داكشي اللي خاصنا المهم بقينا كندورو الا بغيتو الفيديو شوف غاتش انا ما صورت لكم والو واخا جاو هي اللي صورت كلشي مسكينه هكا خديجه المكافحه كانت معايا وصورت هي كلشي انا ما صورت ولا الصراحه دابا جيت للدار جمعت الدار ولكن الصراحه البنات ما درت لها غير واحد دوزت عليها غير واحد شويه خفيفه ظريفه على قيتاش غيجي عندي المعلم مول الزاج مول هذا مول سراجم غادي يجي يبدل لي الشرجم هضرت معاه البارح حيت وجدوا ليا دابا غادي يجي يركبو حتى انا ما كنتش باش يجي يركبو اصلا هو كان عنده تاو مشكل مع الوالد ديالو يعني غادي يجي اليوم يركبو وعندي الثلاجه ما نعاود لكم الخضره كتصفر من الخضره ما عندي فيها زيرو خضره بحق الله زيرو زيرو شنو زيرو خضره زيرو خضره راه كنصبن عندي جنه مع العرام ديال الحوايج من شوف 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 خاوي خاوي هانتوما الخضره ما كايناش شفتو ليمون شويه تاع الخوخ ولا شنو داكشي كاع صافي شي خيارات صافي شتي في حال المهم وجدت معايا عرام ديال الصابون عرفتي كنمشي حتى للبحر داكشي تاع البحر كله كيعمر بالرمله خاص كيتصبني سينو تروي الدنيا المهم وشريت معايا هذا فاش مشيت تقدي شريت معايا هذا ماش كتعرفوه ولا لا بلاتي نوري لكم دابا هذا هذا كتعرفوا هذا لو شو شينوا ولا شنو سميت بابا لو شو شينوا راه كيكون شويه بحال مر شويه هذا غنقول لكم كيفاش ديروا ليه راه كتكونوا كتشوفوه في مرجان الاسواق سلام كيجيبوا دوك لي برودوي ديال برا واللي بغات تذوقوا ما كتعرفش ما كدير ليه هذا راه اكل اوه كيديروا ليه الحرور المهم تيجي راه اللي نقول لكم شنو الاكل هذا انا كنسى التسميات المهم صراحه ما بيني وبينكم هاد الايامات شنو هو اللي ما خلانيش نبقى نصور صراحه ما كيمش ليا الفيديوهات وبحال جاتني ديك بحال جاتني واحد القنطه وطح عليا الضيم وداكشي فهمتو انا قلت انا اش غندير كاع انا فهاد اليوتيوب انا يا تنمح راسي الواحد ما يبغي رايك ليك ما يبغي يدعمك على الاقل دعموه باللايكات راه فابور عباد الله لايكات ما كتحطوا فيهم درهم فابور دعموا غير واحد باش يحط لكم فيديو تكون عنده الانرجي تكون عنده موتيفاسيون راه حتى حنا كنحطوا حنا الانرجي والموتيفاسيون ما كنقدروا باقي نديروا والو يعني خصنا ضروري الواحد يدفعك دائما خاص الواحد يبقى يدفعك ويدعمك بلايك وداكشي على الاقل بعدا المهم هنا خديت سميتها هذا كله على الحرور هذا الفلفله ولا تنقلب لكم بلاتي نقلب لكم المهم هنايا راه تحمط البنات ديك الفلفله غادي نوريها لكم تحطها في الترموميكس ولات بحال الغبره ردوا لبرا كتكون حاره مزيان والله العظيم غير انايا تشهيتو درتو كنت كليتو ووالو نسيت خدتكم بزاف عاوتاني جراج لي نسيت ما سولتو على شنو اش من كويزين هذاك اللي كيكون فيها بحال الا كتعرفوها البنات قولوا لي في التعاليق اش من كويزين كيكون فيها بحال هذا الخص مرقد في الحرور راه غتكونوا مجربينه البنات اكيد لي عايشين على برا ولا اللي يكون كيعجبهم الاكل ينوعوا في الاكل ديالهم كيعجبهم الاكل الاسيوي راه غيعرفوا اش من بلاد كيديروا هذا الخص كيرقدوه في الحرور اوكي والله ما عرفت شكون هما اللي كيرقدوا في الحرور ما نقدرش نقول ما عرفتش بالضبط المهم كيرقدوا هكا في الحرور كتخليه كيطلق الماء ديالو المهم طون كيولي رطب حتى كيطيب في الحرور كيطيب في الحرور المهم انا الطريقه هذه شفتها في اليوتيوب في واحد القناه صحيحه ما صحيحاش الله اعلم حنا حتى يوجد ونقول لكم كتخليه حتى كيترقد وكيولي زوين هما كيديروا ليه كوم ان اكومبانيومون مع الماكله يعني كيبقاو ياكلوا الحرور فين ما كان كتعرفوا نتوما الاسيويين كياكلوا الحرور بزاف يعني كيولوا كيخشوا فين ما حاطينه في الطبسيل وصافي وانا دقت في واحد الريستوران وعجبني عندهم صراحه كنا كليناه وصافي كياكلوا معايا اياد قلت بلاتي نديروا لهم في الدار حنا نبقاو كل ساعه الريستوران مشيو باش ناكلوا فيها هذا ما عقلتش شنو سميت الريستوران والله ما عقلت المهم رقدت غير النص ديالو حيت النص ديالو درتو في لاصال هو المذاق ديالو البنات راه زوين راه داير بحال المكور المذاق ديال المكور غير بشكل اخر شكل اسيوي فهمتوا ما هو المذاق ديال المكور كيما مكور مذاق ديال المكور ديال المكور ديال المغربي غير هو دايرك بحال الشكل ديال الخص صراحه المذاق ديالو زوين
زوينه كيعجبني بالنسبه ليا انا، غير هو الا بغيتو ديروا بحال هاد الخطوه البنات ديروا اللي قالت لي دياتكم، حيت الفلفل كيدخل تحت الضفار واخا تغسلي ما كيبقاو يحرقوك يديك وتقدري تديهم لعينيك ويحرقوك، فهمتي؟ يعني ردي الباب ديري اللي قالت من الاحسن، الا قدرتي ديري اللي قالت ديريهم، انا ننصحك بعدا بهم. اذا نشتهم فاش داروهم كيديروا هما اللي قالت، حيت كما كيبغوش حيت كيحرق البنات الفلفله، راه الفلفله السودانيه هذيك. كنت غنجيب ديك الاخرى كاع ما حرمنا، ويقول لي هذاك الرجل عندي جربي بعدا هذه، انت راه ما كتاكليش الحر بزاف، يعني هذه ديجا راه حاره عليك. ايوا البنات هنا راه السيد كان جالس كي يركب لي ما عطاش نسميه باب ولا شرجم، هو ماشي باب ماشي شرجم، كتقدر تحل البيبان بجوج اون فيت، هذا بخاتيك والله الحلات اللي غدير شي باب بلا ما دير الكوليس، الا عندك فين دير الباب بحال هكا تحلي راه من الاحسن البنات ما ديروش كاع كوليس، حيت كوليس كياكل لك النص ديال الدخله اون فيت. الا تخرجي وانا مفلت في الكوزينه، الا بغيت نخرج شي حاجه كبيره شي طابلة شي حاجه شي كرسي كتعذبني بحرام ما كنخرج من داك الباب، حيت ستوندار اون فيت فيه مترو على فيه جوج مترو وكيعذبني انا نكذب عليكم، كل ساعه حك جر هكا وكتلصق في داك الوسخ، عرفتوا داك الحاشيه ديالو كيلصق فيها الوسخ. راكم نتوما عارفين لي كوليس، يعني بلا ما نشرح لكم ديك البليصه ديال الشرجم، اما الباب هكا كنحلو بعدا نقدر نسيق على نخرج تسيقه ولا بحال هكا نحل الباب ولا الا كاينه، المهم مريح هكا الباب مريح على على لي كوليس صراحه، راه غير ما نقدرش نديرهم للدار كلها فهمتوا، كتبقى هما كيشدوا لي سباس بزاف، ما نكذبوش هاد البيبان كيدوا لك لي سباس، يعني كياكلوا لك من الحيط، يعني لا تحلوا ما يمكنش ديري حداهم شي حاجه، ماشي بحال الكوليس كتقدر تحطي حدا شي حاجه وكتحليه، هذا وانا الكوزينه تبارك الله راه عندي كبيره، يعني عندي لي سباس ماشي محتاجه ضروري ندير كوليس، ديجا داكشي علاش درت الباب فهمتوا. الباب جاني حسن ما نكذبش عليكم، هناني الصراحه. المهم ركبته حتى قادو لي ان شاء الله، ونوريكم كيفاش داير، ما انا وريت لكم في هذا الفيديو نوريكم في الفيديو الجاي قادو ونمسحو داكشي ونوريكم الشكل ديالو كيفاش جا. هنا راه غسلت البنات الخضره ديالي اللي جاب لي من السوق، جاب لي عصا نسيتي غرات صحك قربي كتصدق والله اللي جاب لك عصا، والله ما بيا شي حاجه جابك هذاك الصحيح الحمر بداك خليه هنا هذا بابا تخليه هذا شي بيا لا عامر هذاك 16 مخوض ليهم غدا وانت بيت جي انتيا كيفاش ما عرفت راه تسرت انت وليت عام قبل عز ناقي بقى ديما تشدي دارك وبغيتي يحكم فيك شي حد وبغيتي حتى واحد يحكم فيك شوف اش دايره امي الفيران والطبات كتعيط عليهم دايره الخبز انت اللي هنا كبرتي الفيران فين بغيت كبرونا بعض الخبز مع الريحه عاد كاين ماشي داك النهار طبعناه كاين جرف الزرده حق ربي كاين جوج وكاين جوج داك النهارات شوفي انت لا غدا وهزي شويه من هنا وراه هما داك الجيل اللي كاينه بهذا الخبز ديالك جاو الفيران بالخبز ديالك
لا بحال الخبز بحال درتي عليه هنا عاضره وقسما عليه ما كان ديك المره يا هنا هذا ماما يما الا قالت الحاجه قالتها لا تنطط لك وهاد الدجاج ما تخليه غادي قالت لك ما عرفت انت جاي ولا كاين ناد سرتي انت انا دجاج شبعان درك اش بغيتي عندك باش تركبي وادني كاع سميتي وانا مشيت بيتجي واحد الرعمين عند وانت بيتجي درك خاصك تقولي انت بيتجي وانت بيتجي كيفاش ما عرفت واش جميع على انت شنو تخلي ليها في الضرب وحدي ادخل شي حاجه انت باع بوع صغيره بالخالف خاتي واخا شكون بيعمر عليا انا خديجه واخا لا خرجت ساكنه عندي فين غاديه ولكن انت بترجعي هو ما عرفت واش ما عرفتي ولفتي الدليجه ولفتي الخروج ولفتي الخروج ولفتي الدلاج ما بغيتي بغيتي الدار ما بغيتي تبقاي في الدار تجي نهار وتمشي يومين ما بغيتي بغيتي ما بقيتي بغيتي الدار لا شفتو هذاك الماء ديال لافابو اللي قلت لكم عليها هو شفتوه كنغسل فيه الخضره كنجمعو هنا كان العشيه فاش كيبرد الحال كنعطي للشجر يشربوا حيت ما فيهش التيد وحتى الا كان فيه التيد البنات كنعاود نعسست عليكم نقول لكم حتى الا كان فيه التيد راه الشجر كيصفو ما كيخلوش زعما ما كيشربوش لي التيد وتلقاي كيصفيو ما كيخلوش الماء يعني اللي عندها الماء ودابا كاين الجفاف الماء تاع لافابو تخدموا الشجر ديالها راه مزيان ما يدير حتى شي حاجه ها انتم ها ما والدينا سميتو والد دلحت ما والد واش بغي حيدو ليهم راه انت غادي ما بغيتي تقعدي انت بيت سالي اش من عام اش من عام بيت سالي وانت بيت سالي انت غاديه اش من عام اش من عام بيت قادي هما داك الشجر هذا سيد شوفوا هذا الكادر اللي كنت دايره له علاقه كالزبل وفيت خديت هذا الشرجه مرخيص وريني تندم معايا الحال اش خديته رخيص كنا خديته غالي حسن ليا وديني ها انت فهمتيها ما كانوش عندي الفلوس وانا نقول بلاتي نديباني بهذا الشرجه نمشي نشريه من لافيري نديباني به حتى يكون عندي الفلوس زعما نشري شرجم ايوا هاني درته سمتي عبد الله لصقوا ليا مع الباب شوفوا شحال طيح تاع الباب باش يركبوا هاد الاخر ما تقاس سميتها با سميتك عبد الهادي عبد الهادي ميمو كان السيما سميتك داك ما يدير السيما ما يعرف هو يدير السيما عبد الله دابا خصو يجي يدير السيما السيما راه خدم وعبا يركب بوحده راه كان شي فيها راه كان السيما انت ما ديبانيش انت علاش عبد الله ساعديني هذاك الشيء راه علاش عبد الله كان راه كان الخشب بهديا هي في الضليغ وقعدي وريها ليه وريها ليه انت كاين الخدمه عاد بغيت تمشي هادي ما ويه اقعدي وانت اقعدي انت وريها ليه ما انا ما عرفتش شنو كاينه بازلك بازلك اما بازلك حق ربي لا بازلك وهنا هي الحبيبات ديالي اللي حكات الوقيته نورمال بغيت ندير الكوتي ولكن الراجل دار الكوتي انا بغيت نوجد هنا واحد البغيوش غنوجدها لغدا كنت بغيت نطيبها اليوم الساعه 3 غدا طالبين ليا هنا 100 غرام ديال الحليب نتوما ديروها البنات راه غير بالخلاط تصدق ليكم بالخلاط ولا غير بيدياتكم المهم راه تصدق زوين وبنا سورتو خليتها كتخمر الليل كله هنا درت 100 غرام ديال الحليب وزدت عليه شويه ديال الخميره ديال العجينه الخميره حبوب ماشي خميره طريه درت معلقه هكا طالب ليا معلقه ان ساشي دو لوفيغ يعني جاب معلقه تقريبا انا كثرت كاع هذه الكونتيتي البنات ماشي كونتيتي كبيره هذه بغيوش عادي ديال شحال نقول لكم يفطروا به 3 الناس 4 الناس ما يفوتوش هكا وغادي نسخن الحليب مع نورمال غادي نذوب ديك الخميره غادي تذوب مع الحليب غادي يسخن الحليب هنا طالبين ليا باش الحليب يسخن خليته كيسخن واحد شويه وكتذوب ديك الخميره طالبين ليا 260 غرام ديال الدقيق انا درت الدقيق عادي البنات ديال الحلوه يعني ديروا الدقيق ديال الحلوه اللي عجبكم 260 غرام ما تزيدوا ما تفوتوا ما تنقصوا المهم ديروا داك العبار اللي عطيتكم عندكم طراب طربوا فيه ما عندكمش طراب خلطوا بيدياتكم البنات اولا باش ما عجبكم نتوما شوفوا ديال العجينه ولكن راه كيجي خطير وهشيش من الداخل كيجي خطير 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 رائع بزاف 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 والله العظيم هنا ديروا 50 غرام ديال السكر 50 غرام ديال السكر عادي ديروا طوب ولا ديروا سنيده ديروا اللي عجبكم انا كانت عندي سنيده انا حيت يدي كانت عامره يديتي كانوا عامرين جوج درت سنيده سينو انا كندير بليبار ديال الوقت كندير السكر السكر هو اللي كندير البليبار ديال الوقت هنا طالبين ليا بيضه غادي ندير بيضه وغادي ندير صفر تاع بيضه يعني بيضه ونصف بيضه كامله وغادي ندير صفر ديالها
فهمتوا؟ يعني بيضه ونص، بيضه وصفر ديال بيضه، بيضه كامله وصفر ديال بيضه واحده اخرى، والبيض نخلو على جنب. غنديروا شويه ديال الملحه، قياس كل واحد القياس ديالو ديال الملحه شغل غيبقي، و سي بون كنغطي عليها على هاد الشكل ونخليها كتعجن كتبيضخ، يعني كتدلك تقريبا 3 دقائق البنات وهي كتدلك، المهم كيدلكها كيرجعها رائعه. من بعد فاش غادي تدلك مزيان راه غادي نحل عليها عاوتاني، راه هو او ميم طون L'avantage de cette pâte là, c'est qu'elle n'est pas liquide, elle est compacte, tu vois. Tu poses. Je vois quelle chose. Je sais pas. Je sais pas. Je vais mettre le téléphone. 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 Continue. Donc là, elle est compacte, donc tu déposes. Tu as vu hado, les gaufres de Liège. Liège, c'est ça. Je vois, un homme de Knou, le mec, je vais mettre les gaufres. انا من داك النوع اللي انسان بولي غوفر، فهمتوا؟ ما كناكلش لي غوفر. خلاص يمسح الكاميرا، قلت لكم ما كنكلش كناكل لي غوفر نهائيا، حيت ما كانوش كيعجبوني، حيت كانوا كنذوقهم في الزنقه كيجوني فيهم مع السكر و قلت لكم ما بقيتش نهائيا كناكل لي غوفر ديال برا، حيت واعرين 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 واعرين. عارف كيفاش كيطلعوا فبيان؟ نو 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 سي دو، انا ما كيعجبونيش كي دايرين هكا، هو كيعجبو هكا. انا كيعجبوني يكون حمرين حمرين مزيان مزيان، كيكونوا غي قاصحين من الفوق ورطبين من الداخل. انتم دابا رطبين شو بروفيسيونيل، والله تحلف عليهم شاريهم من الزنقه نهائيا، واش تحلف عليهم كاع انتم؟ نوريكم شتو عارفين المذاق. خديجه نذوقك خديجه، جاوبوا هي المذاق يلاه بلاتي غنتعقبوا مزال. واخا نعطيك هي مقابلني غير هذه سخونه ولدي، نعطيه ياكل ويقول لي زيديني مازال. راه سخونه شوف كيجاوب كيجاوب بعد هذيك الساعه نقولوا شنو هما هذو. بنان بنان لي غوفر كيتسماو. اللي ويا اللي ويا بنان ما فيهم والو، راه بنان والله بنان. ديك هذيك الفاني ما عرفتش دابا تبي الفاني ولا لا؟ اه الفاني عرفت عندي المذاق عطاتنا مذاق خديجة. صحتك أليان خديجة قالت لي صحتك أليان 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 وألان أليان ألان ديما نعرفي ألان طاليان أليان طاليان أليان صحتك يا هادي خديجة. المهم أنا ها هو سميتو البغيوش ديالي، هو تقريبا راه وجد. هانتوما غادي نزيد عليه 40 غرام ديال الزبدة دابا، 40 غرام ديال الزبدة. ايه ندير هذا دابا وغادي نخلطها عاوتاني مع الـ مع لاسميتو تعجن هذيك الزبده تطلع بها التمثيل. لا كما كتشوفوا السي عبد الله دي بانانا درنا الانقاذ، خد داك الشيء تهرس مسكين، دائما مسكين معدي عليه. ها انتوما قد هذيك البوله عبد الله جات اصلا عوجه، ما لا جات عوجه، يجيبها الوسط والله. لا شوف الجهه كاع احسن حاجه دوزها حتى هي هيك دوزتها هيك ماشي هو كان فوق الباب. هي فوق الباب احسن باش تخبى، فهمتي؟ تما راه كتبان لا علاقه كي الزبل ما جاش الوسط مزيانه. جانا انا مركب الطوب وانا غير طلعت الخايب ودابا كما على عمل وزيد طلعوا هنايا خبي هنيت هنا هذا الخيط وغطي عليه. ما طلع على هذا عصام ما خدمت خدمه. ايه سير يلا عسير انتم هالبيبان شتو اللي غندي عمر لي عبد الله تما. هي اصلا زوين تما وزادوا لي عبد الله كم الباهيه. ها انتم شفتوا الباب اللي غادي ندير، هذا احسن وهذا اجمل وهذا صحيح. على داك الزاج تاعو ما كانش صحيح، هذا سميع داك كتحركيه كيبدا يقرقب، هذا ما كيقرقبش صحيح. على الاقل في الساروت وفي البواني ملي كيتحل، على الاقل ودي الدخله ديال الباب كبيره. وانا نقول لك كنا نتما حنا صافي جوج ما يدوزوش في هذه، بعدا على الاقل يدوزو جوج دوزو 10. نتوما اختكم عندي الروينه في الكوزينه راه كنطيب، درت لها شي غير لي غو كي سون با برولي تي لا اوبليي. سي با غاف سي با غاف جو لوليف موا في لي زوتر. قلت لكم محيحين ها لي غوفر ها تو لي فو بيان غري تو ما دي فوالا وي او تي بو فير 4 ان ميم طون دو بوتيت. فازي فازي لي غوفر ها البريوش هنا كيخمر، هنا داين فيه لا ليموناتي، هنا داين فيه الخبز خمر خمر خبز فاض. هانتوما خبيزات هذا الخبز كيسك تا فيه شيغيسي خبز كومبلي بان دومي نو بان دومي اي لوتر اي باغيت الباغيت والبان دومي اللي دار باش نكونجلوه ان شاء الله. انا هادو غيبرد الحال شويه غادي نمشي نخرج نغرسهم. هذا الزعفران
الزعفران شي راه نغرسو في الدار حتى هو شتو ونحطوه في الماء هنايا ان شاء الله نمشي نغرس هذا الشيء من بعد صافي ونجمع ان شاء الله نشوف واش نتعقوا نجمع هاد الروينه اللي عندي هنايا. من بعد البنات ما خليتها حتى خمرات دوبلات دوبلات الحجم ديالها غادي تقسموها ثلاثه ديال ليبول على هذا الشكل. انا قررت نديرها بحال هكا ولكن صراحه ما صدقش لي هذا الديكور ما خرج لي كاع الديكور خرجت لي خرجت لي بريوش عاديه ما عرفتش علاش واش حيت خاصني ندير فيها الدقيق ما فهمتش انا راه اصلا ما تبعتش الوصفه انا غير قال لي قسميها على ثلاثه القسمات غير قسمتها ودرت لها هذا الشيء بوحدي ما تبعت شنو قال لي فهمتو نط نيشان درت لها هذا الشيء صافي الحقات الليل طلعت لي الزعف كنتسناها تخمر وانا عجزت البنات نط كنتفرج وخليتها قادت هادشي غير بزز درت ليها هاد الشكل حطيتها في المول خليتها حتى الغد ليه وهي كتخمر بقى كتخمر 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 تخمرت مزيان الصراحه طلعت تعرفوا راه فاش غنوريها لكم في ندخلها لكم في هذا الفيديو ولا في الفيديو الجاي لا ما عرفتش تعرفوا فاش خمرات راه طلعت خطيره 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 انا حتى تقاديرها ما قاديتهاش مزيان قلت لكم الحق الليل صافي عييت والله. ايوا هنا راه جيت كنوريها لكم هذا راه الصباخ خليتها كتخمر الليل كله وريتها لكم في الفران مع الخبيزات دخلتهم طايما يطيبوا ونوري لكم الشكل ديالها جا رائع نتمنى تجربوهم نتمنى تدعموا لا فيديو اكيد بلا لايك ديالكم هو اللي كيحفزني باش ندير فيديوهات ما كاينينش اللايك راه ما كنديرش الفيديوهات حيت كنقرط البنات ما نكذبش عليكم كنجيب لي ربي راسي بحال كنضرب تمر على والو. المهم نتمنى تجربوا هذه الوصفه راه كتجي خطيره وكيجي شيش من الداخل والله العظيم جربوا هذه الوصفه على حسابي البنات راه كتجي رائعه رائعه شوفوا نضربوا فيها النص تبارك الله عجبتهم والله غزاله غزاله بزاف 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 جربوها كرو بيزو طلعوا فراسكم تلا الدار ان شاء الله.